ومعانا اول سؤال، معانا الاستاذه نجيه من القاهره. استاذه نجيه. ايوه سعاده الشيخ، اهلا وسهلا. ازيك يا حاجه نجيه؟ اتفضلي. ربنا يبارك لك. الحمد لله. انا فندم كنت مدير عام في جهاز الكاتب غير مشطب وزاره العدل. اهلا وسهلا. وتوفى عندي بسمه ومحمد، والدكاتره قالوا لي اخرجي على المعاش عشان انت عظمك وجهك وتعبان. كانت اديت مع نهايه الخدمه مكافاه نهايه الخدمه لبنتي وجوزها، وكان عندي شقتين في العاشر بعتهم ب 360 مع المكافاه 400,000، وكانت مديها الفيزا تقبض لي لغايه ما وصلوا ل 100,000 وشويه. طيب. بقوا 860,000 جنيه. طيب. قلت له يا ابني خد الفلوس وسيبي لي يا بنتي جزء في البنك اتعايش منه زائد معاش عشان معاشي صغير. طيب. راح جاب شقه تمليك بدل ما يكتبها باسم بنتي كتبها باسمه ودخل الميه والنور باسمه. وسرقوا بقيت فلوسي ومشيوا ولا اعرف عنهم اي حاجه ولا اعرف عنهم اي شيء، ومعاشي ما بياكلنيش عيش حاف ولا بيكفي ادويتي، وانا ست بعد الست سنين. يعني انت قلتي يعني انت حاجه كنت عايزاه كنت عايزاه يستثمر فلوس ولا يشتري شقه؟ يشتري شقه ويسيبوا لي الباقي في البنك بتاعي. فهو خد الفلوس كلها، فهو خد الفلوس كلها واشترى بيها الشقه وكتبها باسمه. باسمه هو. ودخل النور والكهرباء وخلاص وكده. راحوا مهربانين. لكن انت ما قلتلوش ان الفلوس دي انت مديها له ليه هو؟ لا والله، لا والله. طيب انا اقول لحضرتك كده. فانا تعبت وسايبيني بقالهم من شهر 7 ولا اعرف عنهم اي شيء ولا بيرجعوا لي اي حاجه من فلوسي. طيب سؤالك يا حاجه نجيه ايه؟ نعم. سؤال حضرتك يا حاجه نجيه. انا يعني بنتي كانت كويسه، انا ما اعرفش هي اتقلبت ليه فجاه كده بقت وحشه. بنتي كانت بتتامن على الذهب، انا ما اعرفش هي بقت عامله ليه كده. انا عايزه يا اولاد، انا مش عارفه لو بايدك تساعدني وتشوف لي حد يساعدني في الموضوع ده ماشي، لو كده انا مش عارفه. خليني يا حاجه نجيه اكلمهم، لان هم اولى الناس بمساعدتك. انت ما اديتلهمش فلوس قليله، انت اديتيهم مبلغ، ومبلغ دوت هو المبلغ اللي انت كنت بتعيشي بيه. فهم اولى الناس، هم لازم يتقوا الله سبحانه وتعالى في امهم، ويحاولوا بقدر الامكان ان هو مش بس ان هم يوفروا لك عيشه كريمه، لكن كمان المفروض ان هم الفلوس دي اذا كنت انت ما اديتها لهمش على سبيل الهبه، وانت طلبت منهم ان هم يجيبوا بيها شقه وكانك انت الشقه دي يكتبوها باسمك، لازم يقوموا بتعويض الكلام دوت ويديلك فلوس تعيش بيه حياه كريمه. لكن ما ينفعش ان هم ياخدوا فلوس ويعتبروا ان دوت حقهم. لا، هو مش حقهم. يعني انت لو اديت لهم فلوس عشان يستثمروها لك او يضعوها في شقه، او الشقه دي تجيب لك ريع عشان تعيش انت منه، او اديتهم الفلوس دي عشان يشتروا شقه باسمك ويعيشوا فيها ولكن هي باسمك، مش من حقهم ان ياخدوا الفلوس دي ويشتروا شقه باسمهم هم. مش من حقهم. يتقوا الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز انهم يعملوا كده. يتقوا الله ويرد الاموال ليكي انت، وسهل جدا ان هم يعيدوا كتابه الشقه باسمك مره تانية، لان انت ما اديتلهمش الفلوس دي على سبيل الهبه، انت اديتلهم الفلوس دي عشان يشتروا شقه عشان تحافظي بيها على مستقبل حياتك. فربنا ان شاء الله يجعلهم يسمعوا هذا الكلام ويتقوا الله سبحانه وتعالى في اموال امهاتكم. انا عايز اقول لكم حاجه، مش معنى ان ده ابويا او امي ان الفلوس بتاعته تبقى بتاعتي ابدا. في ذمه ماليه مستقله، زي ما هو الفلوس اللي عندك دي مش ملكه هو كمان ليه ذمه ماليه مستقله، فما يجوز ان انت تتعدى على ماله. فنتقي الله سبحانه وتعالى، وما ينفعش ان الست تكون عايشه بهذه الطريقه وهي عندها الاموال دي. فنتقي الله سبحانه وتعالى ونعد لها مالها، او نساعدها ان هي تعيش حياه كريمه، لان احنا ده واجب علينا شرعا عشان ده حقها علينا.